رسالة نهلة سامح عبد القادر على لينا طارق، ممكن اتوجه جهة اسكتانيا. نقطة أهلاوية، نقطة أهلاوية، وبتعتذر مريم متولي هنا ليه؟ سهيلة وفيق مع الحركة والخبطة البسيطة لكن تعدي. سهيلة من اللعبات القويات على أرض الملعب، بسم الله ما شاء الله، وكلهن لعبات قويات عاليين في التركيز وعارفين وضعهم وقيمة القميص اللي لابسينه على أرض الملعب. كالعادة لينا طارق استقبالها ضعيف، وعلى الأغلب وعلى الأغلب على الكابتن ماجد مصطفى إنه يستعين. كرة حلوة، سوبر سبايك رائع رائع، لكن لو الكابتن ماجد مصطفى عايز يعدل لازم ينزل ندى قرة لو عايز يعدل من الوضع على أرض الملعب. سوبر سبايك عالي قوي، 15-6 أفضلية أهلاوية، واللعب يقف على أرض الملعب لأنه الأضواء الكاشفة الخاصة بالصالة هنا في نادي الإسكندرية رياض سبورتنج انطفأت، ومن ثم ننتظر عودة الإضاءة مرة تانية لملعب المباراة علشان نستأنف اللعب. لكن إيه، سوبر سبايك معمول زي ما الكتاب بيقول، تخليص بإتقان، 15-6 أفضلية أهلاوية. وزي ما قلنا أخطاء سهلة وساذجة في أداء والشغل التكتيكي والفني بالنسبة للكابتن ماجد مصطفى ولاعبات سبورتنج السكندري، وبعض التغييرات اللي ممكن تصحح الأمر، لأنه نقطة ضعف لينا طارق قد تكون ندى قرة ليها دور على أرض الملعب علشان تعدي.